أما الآن مشاهدينا فننتقل إلى فقرة الدكتور يحيى العريضي الأعلام في أسبوع. مساء الخير دكتور يحيى، ونبدأ معك سريعا بالواشنطن بوست، وطبعا عن ماذا تحدثت هذا الأسبوع؟ لفت نظرك مقال لها عن النفاق الأوروبي وتعدد المعايير والرؤية تجاه عملية النزوح، يعني عن أي نفاق هذه الجريدة تتحدث وما هي المفارقات التي يتم طرحها؟ مرنا مساء الخير. نحن عادة نخرج إلى الهواء الساعة 3:05 تأخرنا عليك اليوم دكتور، أعذرنا. ولا يهمك، لم نفي بوعدنا تجاه المشاهدين من أجل المصداقية، وهذا ربما لأمر طارئ جدا حقيقة، هو مسألة النزوح السوري إلى أوروبا، وبتقاريركم من مراسليكم في إيطاليا أو في ألمانيا، وهذه أشياء مهمة جدا. مراسلو أورينت يتابعون اللاجئين السوريين إلى حيث يتجهون هربا من البراميل، هربا من الظلم والاستبداد. تصادف حقيقة هذه الحلقة كما صادفت حلقتنا قبل أسبوعين في ذكرى رمي السلاح الكيميائي، استخدام السلاح الكيميائي ضد الشعب السوري من قبل هذه العصابة. اليوم تصادف هذه الحلقة 11 أيلول، the 11th of September. وحقيقة هذا العالم الذي نعيش فيه لا زال يعيش في مرارة وحرائق آثار ذلك الحدث والسياسات التي تتبع من قبل الولايات المتحدة. كما تفضلت بسؤالك، سألت عن النفاق أو المفارقات الأوروبية بالنسبة لمعاملة مع النازحين السوريين أو المهاجرين بذلك الاتجاه. حقيقة ترى هذه الصحيفة مفارقات غريبة ونفاق أوروبي في مقاربة مسألة اللجوء. في النفاق يقول، تحدث الكاتب عن دموع التماسيح، وأيضا تماسيح من أنواع مختلفة، فمثلا شريف شحادي له دموع الآن، هذا شيء غريب جدا، صدفة غريبة أن تتحدث صحيفة عن دموع التماسيح ويأتينا ويبكي بالنسبة للنازحين. تصوري هذه الحالة من الابتذال. في المفارقات مثلا تقتبس صحيفة صن في المملكة المتحدة في بريطانيا، التي حرضت كاميرون رئيس وزراء البريطاني، وقالت وحذرته بالنسبة للاجئين أن يكون هناك خط أحمر، ولكن عندما رأت صورة ذلك الطفل الصغير الذي قذفته الأمواج ميتا باتجاه السواحل، اهتز ضمير العالم، هذا الضمير النائم لما لا يزيد عن 4 أعوام وسوريا تذبح، اهتز هذا الضمير فجأة، وقالوا له في صحيفة الصن يجب أن تأخذ عين الاعتبار هؤلاء اللاجئين. ثم تعود الصحيفة أيضا إلى الحديث عن طبقات مختلفة، مالتي لايرد إيشوز أوف the refugees issues. تقول له أو تقول الصحيفة حقيقة، هذه الصور ليست جديدة، السوريون يذبحون على مدار أكثر من 4 أعوام، وهذه وصورهم ونزوحهم يصور في الإعلام، ولم يهتز ضمير أحد. وكل أولئك المتدفقين باتجاه أوروبا لا تزيد نسبتهم بالمناسبة عن 4% من هؤلاء الذين اقتلعوا من بيوتهم نظرا للخطر الذي يدعي النظام بأنه بسبب خطر الإرهاب وخطر داعش، وكأن هناك عداوة حقيقية بينه وبين داعش، أما في حقيقة الأمر هو على صداقة كاملة وتنسيق كامل مع داعش. أيضا لو كان الأمر مختلفا لكنا وجدنا بعض الأشخاص يتوجهون باتجاه إيران التي تدعي أيضا أنها على عداوة مع داعش. تقول الصحيفة أن كل الحلول المقدمة من ميركل وغيرها حلول مؤقتة ولا تخاطب جوهر المسألة، فالقضية قضية أمن عالمي ولا يمكن تظاهر
إن المشكلة مشكلة الآخرين، هنا نأخذ على الصحيفة ربما ويأخذ عليها أي قارئ بأنها لا تخاطب جوهر المسألة ولا تبحث بجذورها، من تسبب بلجوء تلك المئات الآلاف باتجاه أوروبا أو باتجاه العالم. أيضا يؤخذ عليها أنها لا تذكر بأن هناك نوايا أو مخططات تبدو واضحة المسألة في السطح، ولكن لا يعلم بتلك المخططات إلا الله. فهناك حقيقة مجرمون عالميون يستخدمون قفازات تجاه شعوبهم، يذبحونهم ويهجروهم باتجاهات مختلفة، ويبقى العالم يراقب. نعم دكتور، لو سمحت لي فقط لضيق الوقت، يعني أمامي فقط 5 دقائق لنعرج سريعا على هذه الصحف التي أمامنا بسبب يعني اليوم حالة استثنائية اسمح لنا فيها. صحيفة الواشنطن بوست أيضا نالت بعض الدول العربية نصيبها من سهام الواشنطن بوست أيضا عندما عنونت الدول العربية الغنية تأتي في المرتبة الأخيرة بعد الأخيرة في دعم اللاجئين السوريين. تعليقك. حقيقة سهام الانتقاد والسخط من قبل واشنطن بوست توجهت باتجاه العالم الذي يقف على رؤوس أصابعه بالنسبة لمسألة اللاجئين السوريين تحديدا، والدول العربية توجه باتجاه سهام صعبة جدا، وبررت ذلك الصحيفة بأن هؤلاء من جلدتهم ولكن يوصدون الأبواب في وجههم، في وجه السوريين. الجهة الوحيدة التي لم توجه لها أي انتقاد صحيفة واشنطن بوست هي الولايات المتحدة الأمريكية التي تنظر إلى هذه المأساة التي تجري من أعوام وتتفرج وتنهج سياسة اللا سياسة، سياسة المتفرج، يذبحوا بعضهم الجماعة ونحن نتفرج. هذا الأمر. لكن أعود إلى نقطتي الأولى بشكل سريع، بأن إيران التي تدعي بأنها تعادي داعش، والنظام الذي يدعي بأن هؤلاء الذين يهربون من سوريا للجوء هم بسبب الإرهاب أو بسبب داعش، حقيقة لو كان الأمر كذلك لكانوا اتجهوا باتجاهات أخرى. تقليلنا لموضوع آخر. موضوع الديلي تلغراف بعيد عن الذي كنا نتحدث عنه. روسيا تبني قاعدة عسكرية في سوريا ونقلت قلق مسؤولين أمريكيين تجاه هذه الخطوة، فكيف قربت المسألة؟ الصحيفة تناقلت بعض التقارير الأمنية التي تتحدث عن أبراج تبنيها روسيا وعن أيضا بعض الخيام أو البيوت مسبقة الصنع التي تؤسسها روسيا في الأرض السورية وتمركزها في الساحل، وقلق كيري تجاه هذا الموضوع. أيضا انضم إلى جبهة القلق إضافة إلى بان كي مون السيد كيري الآن بسبب تواجد القوات الأمريكية في القوات الروسية في سوريا. نستطيع أن نقول بأن روسيا حسب التقارير طلبت من بعض الدول تمرير السلاح باتجاه سوريا، وبعض القوات طلبت من بلغاريا وطلبت من اليونان وإيران. معروف أن بلغاريا رفضت حسب التقارير، وعندما ترفض بلغاريا اليونان لا يستحيل الوصول إليها. بقيت الكرة في ملعب إيران، إيران التي تتناحر بطريقة أو أخرى غير واضحة المعالم حول من يأخذ من الكعكة السورية أكثر. الشيء الذي تقتبسه الصحيفة على لسان بوتين في مؤتمر اقتصادي بأنه يقول لم يحان الوقت للتحدث عن دخول عسكري روسي في سوريا. It's premature to talk about موسكو intervention. أما حقيقة الأمر مؤخرا أوضحوا القصة وقالوا بأنهم يتدخلون وحسب بعض التقارير. أشكرك دكتور يحيى، أعذرني سوف أكتفي معك بهذا القدر، ولقاؤنا يتجدد الأسبوع القادم.